استعرض مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل وكمان من الموضوعات المهمة دي. صحيح، وكمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. نشوف تفاصيل أكثر في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل والموضوعات المهمة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية المشاركة في أعمال القمة وما تضمنه من قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعراض رؤية مصر ومواقفها إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة على المستويين الدولي والإقليمي، وأيضاً ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين مختلف دول التجمع في ظل وجود العديد من التحديات التي يشهدها العالم على الجانبين السياسي والاقتصادي، وصولاً لتحقيق مصالح وتطلعات شعوب دول التجمع. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن ما تم تداوله من أقاويل وشائعات حول تصريح منسوب لمديرة صندوق النقد الدولي وكأنه صدر عنها حديثاً فيما يخص أن مصر يتعين عليها القيام بإعادة تحرير سعر الصرف مجدداً وأن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، بينما هذا التصريح يرجع إلى شهر يناير الماضي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللي قامت بها الحكومة، مشيراً إلى أن العكس هو ما يحدث، فصندوق النقد يشيد في جميع بياناته الصادرة عنه حديثاً بالسياسة النقدية التي تنتهجها الدولة المصرية، وأن مصر تسير في هذا الشأن على المسار الصحيح. امبارح أيضاً التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واستهل مدبولي اللقاء بالترحيب بأعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مؤكداً أنهم جنود مخلصون يمثلون إضافة عظيمة لفريق عمل مجلس الوزراء، مضيفاً بجهدكم وإخلاصكم أصبحت المنظومة جزءاً فاعلاً في حل مشكلات المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيه الشكر أولاً على جهد أعضاء المنظومة في رصد وتلقي والتعامل مع شكاوى المواطنين من جميع مناطق الجمهورية. امبارح أيضاً شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مذكرات التفاهم الأربعة تستهدف دراسة وبحث إمكانية مشاركة الشركات الموقعة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البحث والاستكشاف من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خاصة تنمية الحقول المتقدمة في خليج السويس والصحراء الشرقية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن القوات المسلحة نظمت زيارة لعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، والتي تأتي استمراراً لسلسلة الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكري لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن القوات المسلحة نظمت مؤتمر صحفي للإعلان عن تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 23 حتى 26 أكتوبر الجاري على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً الإعلان عن استضافة مصر لنهائي الدوري العربي للأعمار السنية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أيضاً أن القوات المسلحة شاركت عدد من الوفود السياسية والعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من بريطانيا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، وعدد من أسر ضحايا معركة العالمين والمحاربين القدماء في زيارة النصب التذكاري لمقابر الكومنولث بمدينة العالمين، وده لإحياء الذكرى 82 لمعركة العالمين اللي دارت أحداثها بمسرح عمليات مدينة العالمين عام 1942.